ازيكم مشاهدي الحلزون الكرام. الحلقه اللي فاتت حكينا قصه ثلاث اشخاص على قارب النجاه اللي كانوا رابعهم عشان يعيشوا بعد ما قعدوا 20 يوم مرميين في وسط المحيط من غير اكل. انا علقتكم الحلقه اللي فاتت صحيح، بس اللي حصل فعلا في المحكمه القضيه كانت معقده جدا بسبب الخناقه الفلسفيه المرتبطه بالموضوع. اتحكم في اخرها على دادي وستيفنز بالاعدام بناء على قاعده ان مش من حق حد يضحي بحياه حد تاني عشان يعيش هو بغض النظر عن الظرف. بل وإن الادعاء النيابة يعني شافت إن كابتن مركب أخلاقيا كان هو اللي واجب عليه يضحي بنفسه عشان الباقيين يعيشوا بحكم مسؤوليته الأخلاقية عن طاقم المركب بتاعه. لكن صدر مع الحكم بالإعدام طلب رأفة تقدر الملكة تستعمله، واستعملته فعلا وعفت عنهم هما الاثنين بسبب صعوبة الموقف اللي كانوا فيه. تخيلوا بقى إن كل قاضي اللي بيحكم في القضية دي وبغض النظر عن القانون كان وجهة نظره إيه، لأن مش شرط خالص القانون يدافع عن الأخلاق ومش شرط خالص الأخلاق تبقى قانونية. خلوا الحكم حكم أخلاقي مشفي، هل بدينهم اخلاقيا ولا لا؟ مايكل ساندر كمان سال الطلبه بتوعه نفس السؤال. نسبه قليله جدا منهم اختاروا انهم هيحكموا ببراءه كابتن المركب ومساعده من تهمه القتل، بمنطق انهم لو ما كانوش عملوا كده كانوا الاربعه هيموتوا، فكان في احتياج ضروري انهم يعملوا اللي عملوه. في حد كمان فكر انهم من غير ميه غير اللي عرفوا يمسكوها من المطر وباكل قليل جدا لمده 19 يوم كاملين، غالبا كانوا بيفكروا بطريقه مش سليمه وده ممكن يستعمل في الدفاع عنهم. وبعدين حد من الطلبة فكر في حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان لو باركر كان وافق على فكرة انهم ياكلوه بما انه كان هيموت كده كده اول واحد، لو كان باركر وافق انه يضحي بنفسه عشان الباقيين يعيشوا كان ده عفاهم المسؤولية الاخلاقية. وشوية من الناس في القاعة وافقوا على ده، وفي منهم اللي قال يا لو فكرته هو بقى، لو التضحية بنفسه كانت فكرة باركر نفسه يبقى مفيش مسؤولية اخلاقية على دادي وستيفنس انهم قتلوه. فكرة الموافقة دي بتفكرنا بالقرعة اللي كان عايز يعملها دادلي في أول سيناريو لما اقترح انهم يعملوا قرعة واللي يخسر هو اللي يموت عشان الباقي يعيشوا، وبتخلينا نفكر هل لو القرعة اتعملت بموافقة الجميع فعلا كان ده هيبرئ من أكل الفتى باركر من الجريمة الأخلاقية بغض النظر تاني عن وجهة نظر القانون وبغض النظر عن جريمة أكل لحم البشر نفسها. نسبة الناس اللي كانوا بيعفوا الثلاثة المسؤولية الأخلاقية زادوا جدا مع افتراض ان هو نفسه كان صاحب خطة انه يتقتل ويتاكل عشان الباقي يعيشوا، هو اللي ضحى بنفسه، وخصوصا ان باركر وحيد ويتيم ومش متجوز وما عندوش عيال ولا مسؤوليات وما حدش حياته هتتأثر بغيابه زي الثلاثة التانيين اللي عندهم عائلات وعيال. لكن برضو زيكم بالظبط دلوقتي فضلت الأغلبية مصرة على أن القتل هو القتل وأكل لحم البشر هو أكل لحم البشر، حتى لو كانوا هينقذوا ثلاثة ومعاهم عائلاتهم وعيالهم، وحتى لو كان باقتراح الضحية نفسها. مع العلم والتأكيد أن كل اللي بيحكم على الموقف ده بيحكم عليه هو برا مش جواها، لازم نفضل فاكرين الحكاية دي طول الوقت. والسؤال بيزيد صعوبة لو فكرت طب لو موت واحد في موقف شبيه بده هينقذ 30، طب لو هينقذ 300، طب لو هينقذ 3000، طب لو هينقذ مدينة. بتبدأ صعوبة السؤال تزيد كل ما الفايدة تبقى هتتحقق على عدد أكبر من الناس، لكن بيفضل مبدأ قائم القتل في حد ذاته جريمة لا يمكن تبريرها. الهاي مورلز أو المبادئ الأخلاقية العليا لكل بني آدم بتفضل أغلب الوقت محطوطة كده في المكتبة اللي في راسك وخلاص، لكن ممكن ساعات تطلع عشان تتعرض لاختبارات صعبة جدا. يعني انت دلوقتي مثلا واقف في موقف ما المفروض انك عشان تنقذ 10 اشخاص من الموت لازم تموت واحد، وهتموته بنفسك هتقتله، وانت تمسكت بمبدا انك مستحيل تقتل حد جدع. طيب لو الواحد ده مجرم جايبينه من السجن والعشرة دول عيال صغيرين، تلاقي ان الموضوع بقى اسهل كتير انك تقتل شخص ترتكب جريمه عشان تنقذ الاطفال. لا مش اسهل بكتير لسه؟ حاضر تعال نخلي العشرة دول هم عيلتك انت شخصيا، أبوك وأمك وأخواتك ومراتك وعيالك. ساعتها بالرغم من أنك رجل مبادئي مستحيل تقدر تفضل متمسك بالمبدأ، لأن الموضوع خرج من سياق أخلاقي إلى أنه بقى عاطفي بحت، مش ممكن أسيب أهلي يموتوا. وأنا بفكر في سيناريو ده تصورت البني آدم في لحظة دي بيبقى عامل زي ما يكون عنده ضميرين، في ضمير منهم مش قادر يضحي بأهله كلهم عشان مبادئه، وضمير تاني مش قادر يقتل الشخص اللي لازم يموت عشان أهله يعيشوا. الاثنين ضمير والاثنين عندهم أسباب مهمة جدا، لكن واحد منهم عاطفي والتاني أخلاقي مبادئي. وطبعا بني آدم عنده ضمير واحد اللي بيحاول يحافظ على أخلاقه والمبادئ، ده دي كانت صورة للتأمل بس. وعايز أشاور تاني على الدور العظيم اللي بتلعبه موافقة الضحية في المسألة دي كلها، الرضا. لو أنت قتلت الشخص ده عشان تنقذ عيلتك كلها ضميرك الأخلاقي المبادئي هيفضل يوجعك جدا ويمكن للأبد بالرغم أنك أنقذت أهلك نفسه. لكن لو انت قبل ما تموت الراجل رحت بصصته في عينه كده وقال له انا اسف بس لازم اقتلك عشان عيلتي وعيالي ارجوك سامحني، وراح مشاور لك هو يعني ان ماشي اتفضل، بالرغم ان الراجل هيصعب عليك اكتر الا ان ضميرك بسبب موافقته هيبقى في وضع احسن بكتير. وانا بتامل الموضوع ده كمان فكرت في ازاي صعب قوي مهمه القاضي،
مش في القضية دي، أقصد عموما لأن سيبكم القانون بيحدد العقوبة بعد الإدانة إزاي، الحكم أصلا بإدانة شخص من عدم ومش حاجة بسيطة، مش أبيض وأسود كما يتصور أغلب الناس، بل هي مسألة فلسفية معقدة جدا، لأن عشان تحاول تبقى عادلة فعلا لازم تقيس على قدر المستطاع الظرف كله بكل ملابساته اللي حصلت في أي جريمة أو فعل يستحق العقاب. العدالة مسألة معقدة، الانتقام سهل جدا، العدالة مش سهلة. طب نعمل بيها ايه احنا الحكايه دي واحنا مش قاضي ولا حاجه؟ نفتكرها بس، كل مره نيجي نحكم على حد في اي موقف نفتكرها، بس نفتكرها، واعتقد انها هتتصرف. كفايه كده النهارده، كمل الحلقه الجايه. سلام.